اليوم تنحتفلوا ب العيد ميلاد العاشر لتواجد الشركة الأمريكية OCE بالمغرب وبالضبط في المنطقة الصناعية تاك طنجي. واليوم نحتفل كذلك بتوسيع هذا المصنع اللي لحد اليوم يشغل 1400 كفاءة مغربية. وهذا التوسيع ديال هذا المصنع سيمكن من خلق فرص شغل للمغاربة. بس اليوم نحتفل كذلك بتوسيع هذا المصنع اللي تيشغل 1400 كفاءة مغربية وسيمكن من إحداث مناصب شغل جديدة. وهذا دليل على تنافسية المنظومة الصناعية المغربية تحت التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة الله ينصره. دونك شركة سي إلكتريكال كومبوننت انترناشونال أول شركة متواجدة في منطقة طنجي أوتوموتيف سيتي منذ 2014. دونك اليوم كانت عندنا تدشين ديال التوسعة ديال المعمل ديالنا. دونك زدنا 2000 متر مربع إضافية. هاد 2000 متر مربع تمكنا باش نزيدوا تقريبا 500 منصب شغل مباشر. بدينا وفرنا من هاد 500 250 وغادي نوفروا إن شاء الله في الأسابيع المقبلة 250 إضافية. وفي الأسابيع وفي الشهور المقبلة غادي نوصلوا إن شاء الله 1700 منصب شغل في هذه الشركة هذه. وهذا فخر بالنسبة لنا نكونوا أول شركة في الطاك ونكونوا درنا ليكستونسيون درنا التوسعة. الإنتاج ديال الشركة هذه، هذه الشركة كتنتج المعدات الكهربائية والأسلاك الكهربائية خصيصا بوغ الآلات المنزلية. وكذلك واحد النسبة بالنسبة للأوتوموبيل دونك غون دو. دونك بدينا دابا واحد المشروع جديد اللي عندنا هو اللي هو الاسلاك الكهربائيه ديال معدات البناء دونك لي زونجان دو كونستركسيون. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon to all of you. Aida, merci d'être venu. I'm of course very pleased today to join you for these celebrations. This is of course an important milestone for ECI and for Tangier Automotive City. Thank you for this great achievement and thank you for your trust. So the project has been driven by the vision of His Majesty the King Mohammed VI, like Srop. And today the Tangier Metz complex assumes its leading positions in the Mediterranean, the African continent, and the Tangier Metz port complex has been ranked this year among the top 20 worldwide. And we are